برنامج أمور تهمنا بالشراكة ما بين راديو عليسة إف إم جيبس ومبادرة مناظرة يهتم بصحافة الشأن العام موعد شهري. في حلقتنا الرابعة باش نحكو فيها على ملف المباني والأراضي الفلاحية المتضررة بشرط العوامر الزراعات بسبب تسرب المياه. موضوعنا الثاني الأسباب وراء تأخر إنجاز مشروع مركز التربصات الرياضية الدولي بمطمطة. اسمعوا تفاصيل المواضيع هذه نهار الأحد 17 أكتوبر 2021 مع النصف النهار حتى الماضي ساعة في أمور تهمنا مع نزار هدوي، شذى الناوي ونبيلة شوشان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم السادة المستمعين راديو عليسة إف إم جابس وين مكان صوتنا يوصلكم على 101.2 وإلا خارج جابس www.aliisafm.in وإلا اللايف اللي موجود على صفحتنا على الفيسبوك راديو عليسة إف إم جابس في برنامج أمور تهمنا. مانيش وحدي في استوديو، يرافقوني نورات الاستوديو شذى الناوي ونبيلة شوشان. مرحبا بك شذى. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بك يا نبيلة. أهلا وسهلا بكم. كذلك يرافقونا في الزملاء في الهندسة التقنية عاطف غالي وفي الديجيتال عاصم التليلي في برنامج أمور تهمنا. أمور تهمنا هو برنامج شهري يجي في إطار مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة بالشراكة مع 5 إذاعات تنضوي تحت الاتحاد التونسي للإعلام الجمعية. إذاعة عليسة هي واحدة من الإذاعات اللي تلقاو فيها أمور تهمنا، واللي هما مندرة أفام، دريم أفام، نفزوة أفام، وسليوم أفام. البث باش يكون متزامن على جميع الإذاعات من نصف النهار الماضي ساعة، ولكن في كل إذاعة أمور تهمنا يطرح المواضيع اللي تمس الجهة والمنطقة هذيك. في حلقتنا الرابعة من برنامج أمور تهمنا باش نتناولوا زوز مواضيع. يتمثل الموضوع الأول في غضب مواطنين شط العوامر جراء تسرب المياه، وباش يكون موضوعنا الثاني لأسباب وراء تأخر إنجاز مشروع مركز التربصات الرياضية الدولي بمطماطة. باش يكون ضيفنا في الموضوع الأول السيد رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجابس، وضيفنا الثاني السيد معتمد مطماطة. في البارتي الأولى من حلقتنا باش نحكوا على منطقة شط العوامر التابعة لمعتمدية مارث اللي تبعد 4 كيلومتر على مركز الولاية، وباش ناخذوا مشكلة تسرب المياه اللي سبت برشا أضرار. باش يكون حاضر معنا السيد فيصل العابد رئيس إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بجابس. مرحبا بك سي فيصل. مرحبا بك ومرحبا بإذاعة عليسة إف إم وبجميع المستمعين. نسمع مع بعضنا تصريح نائب رئيس الجمعية التنموية بشط العوامر ونرجع. عمار مبيا نائب رئيس الجمعية التنموية بشط العوامر. عندنا المشكلة متاع المياه ذي عندها مدة تقريبا واحنا نعانوا فيها الحقيقة من نهار زاد تعكرت الأمور من نهار 9 جوان. بعد 9 جوان قام السيد والي جابس السابق بزيارة رسمية للمنطقة يوم 23 جوان بالتحديد للاطلاع وعين الوضعية وعين الشماء وشاف الدنيا كل ما أنا قاعد مياه ضايع. احنا حبينا بكل صراحة نبحث على المصدر متاع التسرب المياه ذي، عرفناش يا من السناد يا من مجرى اخر يا من الفلاحه يا من عارف بالضبط. معناها المشكل مازال قائم الى حد الان. بقينا سي فيصل العابد جاء بعد ما بشر المهام تاعو، جاء بشر الوضعيه الحقيقه مشكور بارك الله فيه، وجاء فهمت ولا وعد الوضعيه، جاء تقريب مرتين شط العوامر شاف الوضعيه واعطى تعليمات للشركه قاموا بالاشغال اخرتها اليوم. معناها اليوم جاء المقاول وقام بحفريات الحقيقه وبدل بعض القنوات وبعض البرقتار نتاع النقل الدم. المباري لاحظنا ثم ضياع منهم هما من برقتار، وتو حاليا قاعدين مازلنا ننتظروا. معناها المي مازال موجود ومازال معناها بكثره ومازال معناها ماناش عارفين السبب الحقيقي بتاع مصدر تسرب المياه. ولهذا احنا شنو نطلبوا اذا تم حل من السناد، معناها السناد خطيته معناها المصدر مش بتاع تسرب من السناد، نشوفوا حل من وضعيه مع اداره الفلاحه مع وزاره الفلاحه باش نشوفوا المياه هذه منين جايه. نحن واحنا طلبنا منها كاهالي باش يبدل لنا البرقتار بتاع 800 متر، مش برقتار شبكه المياه الحلاقي بتاع 800 متر والانتوراج بتاع المدرسة والمستوصف والتجمع السكني المتضرر حفر. اليوم قاموا بحفريات، جينا شوية بياع في الفورتيل بحضر القهوة بحضر المدرسة وبحضر الرنفوان بتاع الواحد. حاولنا توا إلى حد الآن توا مازالت المتابعة موجودة. والله بالنسبة لنا احنا كمواطنين وكأهالي خاصة عندنا بعض الأهالي قدموا قضايا في الغرب، عندهم أضرار فلاحية موجودة معنا قدموا فيها قضايا وعندهم مساكن زادة متضررة، قدموا قضايا في الغرب وخرجوا لهم حتى المحاكم خرجت لهم خبراء وعينوا الأضرار. ولكن ديما كما قلنا المصدر نتاع تسرب المياه غير معروف، معناها مازال المشتكى به غير واضح، يا سناد يا وزارة الفلاحة يا من عارف شنو هذاك علاش. وحنا كجمعية بصراحة مازلنا نتابعوا في الوضعية كما قلت لك، يعني إذا ما هوش طلع المياه تسرب المياه نتاع المياه هذا
هذه مش مسونات اكيد يعني ثم حاجه اخرى نتاع تسرب مياه. والله بالنسبه للسيد مدير السونات ساعه اولا حبينا نشكروه على متابعته للوضعيه. ثانيا فمنا احنا كاهالي عندنا وضعيه اخرى زاد نتاع ثلاثه تجمعات سكنيه فهمتوا لا الميزانيه مرصوده باش ندخلوا المي للمواطنين للتجمعات السكنيه هذه على البي ار دي معناها وموجوده والفلوس مصبوبه معناها ماذا بينا يسرعونا في تدخيل المياه هذه باش المي الضايع من اللي برقتير هذوما تقريبا 800 متر تقريبا لما مساكن بعيد عليهم المي باش المي الضياع هذا نتاع المي زاد فهمت له ربما المصدر منها يتنحنا. وثانيا فهمت له نطالبوا مره اخرى نجددوا الطلب نتاعنا باش يجدد لنا الشبكه نتاع المياه هذه فهمت له على تقريبا طولها 800 متر معناها المحيطه بالمدرسه والوسط التجمع السكني هذا اللي طلبناه السيد المدير بارك الله فيه اذا امكن. سي فيصل العابد عفوا رئيس اقليم الشركه التونسيه لاستغلال وتوزيع المياه بجابس نعاود نرحب بك من جديد. وكما كنت تسمع في تصريح احد المتساكنين ونائب رئيس جمعيه التنميه بشط العوامر سي فيصل ما مدى تقدم الاشغال للبحث عن هذا العطب اللي تسبب في برشا مشاكل لدى متساكني شط العوامر؟ شكرا لكم وكما قلت سابقا نجدد شكري للإذاعة ليس أفهم على المناسبة هذه وعلى الفرصة هذه باش نجمو نوضح بعض الحاجات. بون أنا الدرنيرمو معناها شديد مهامي نتمنى لك التوفيق والنجاح في المهمة. يعيشك يعيشك على رأس أقليم الشركة بيكابس. وبارمي الحاجات الأولى اللي شفتها جلبت حتى انتباهي بشيت المشكل متاع شط العوامر أن تحولت ديجا على عين المكان بارمي التوجيهات ولا الحاجات الأولى اللي شفتها. صحيح شفنا وجود ماء فهمتني حتى تم ناس اللي هي حفرت معناها في الجردة ولا في الثانية ولا سميتك تم صحيح ماء موجود معناها بالمنطقة في حدود معناها نقوله معناها 100 ولا 130 اللوطة موجود معناها ماك تحفر حفرة معناها تلقى فيها الماء. عملنا حتحنين بكاسوناد معناها مش في يوم برك تدخلنا في مناسبة سابقة أن حفرنا على طول القنوات الموجودة وجزء منها كيف كيف باش نكونوا معناها عمليين ونخدموا بأمور صحيحة. ركبنا كيف كيف عداد على أونتين معين هو تم حتى خاصتنا المنطقة المعنية فيها معناها زوز قنوات معناها في الوسط تجي المدرسة واحد من الأونتينات ديجا ركزنا عليه عداد ماء وشفنا حتى بحضور المتساكنين تم وحتى معناها السيد من الجمعية اتضح أن حتى شفنا احنا ديجا مع بعضنا أن ما ثماش معناها حسب الكل عداد معناها نحكو ما ثماش تسربات في معناها في الخط اللي وراء المدرسة بقي الخط اللي أمام المدرسة كيف كيف حاولنا نحطوا نفس العداد وكيف كيف وعملنا معناها حفريات بحضور المجموعة اللي غادي صحيح تم لقينا بعض التسربات باعتبار أن كانت تشوفوا ممكن حتى اللي تحول غادي على عين المكان يشوف أن برشا ناس اللي هي جابدة من بعيد وممكن حتى ناس اللي هي حولت وحدها المناقل متاعها وهذا بالطبيعة حتى هو ينجم يكون جزء من المشكل أن خاصة اللي يبدأ المواطن اللي الدار متاعها بعيدة على المقال متاعها ثم خرطوم الماء اللي جبل الماء نجم هو في حد ذاته يكون معناها مصدر للتسربات وجي معناها زيد على ذلك معناها الفواتير معناها اللي تجي مرتفعة. على كل حنين عملنا كما قلت لك حفريات استكشافيه في بعض البقايا بالنسبه معناها للبارتي الثانيه معناها وجدنا بعض التسربات صلحناها لكن حتى اللي يشوف معناها ماهيش معناها بالتسربات كبيره ولا فوتات كبيره معناها توجد في كل وقت المعمول به راهو حنين هنا قاعدين راهو نشرفوا على الموضوع هنا مازلنا نتبعوا فيه معناها حتى معناها النجم قطعا ان ما هوش معناها التسرب نتاع ماء كما قلت هو الاستنتاج الاول ان معناها القنوات الاولى اللي شفناها مع بعضنا ما فيهاش معناها تسرب ماء بقت البارتي الثانيه عملنا فيها استكشاف معناها حفريه استكشافيه تم بعض التسربات على القنوات على معناها التيوات البركتير نحكوا الصغير صلحناهم ديجا التسربات هذا
وحسب المعنى حتى لخيان هو المي مازال موجود. على كل هو يعني ندعم المنبر هذا كثير حتى زملائي معناها المندوبية السلاحية باش يصير تعمق في الموضوع أكثر. على خاطر ينجم يعني حتى حسب الظاهر أن النجم نقول مبدئيا كسبعين في المية معناها ينجم يكون ما هوش ميسونات، تنجم تكون عوامل أخرى ولا حاجات أخرى موجودة تبقى هذي تتطلب دراسة أعمق فهمتني باش نحددوا المصدر الرئيسي للمية. سي فيصل وعلى فكرة وعلى فكرة بالله حبيت أن النقطة ولا الأشار لها سيد معناها جمعية في عمار أن تجديد القنوات صحيح نجدد القنوات اللي تستحق التجديد واللي هي تبان فيها تسربات ولا برشة تسربات معناها نعملوا ونجددهم مش إشكالية. بقى إذا كان معناها أونتين ولا قنوات ما فيها تسربات ولا تشغلها مرة معناها في معناها مرة في خطار نقول إحنا معناها تسرب ولا حاجة بقى هذين نصلحوه معناها. وإذا كان كما قلت لك الناس باش نجيب ولا تكون عملية تبذير فهمتني والناس احنا كما قلت كان الموضوع ما زلنا متابعين راهو ماناش سايبينه كلمه يتلقى يتقال المشكل الاصل. سي فيصل في حالة عدم الكشف على عطب شنو الخطوات القادمه اللي باش يتم تنفيذها لو تحدد؟ والله كما ذكرت اني يعني نجم يكون كما قلت لك اذا كان يتضح معناها ما نسكون فيرمين 100% ان ما ثماش عطب سوناد واحنا كما قلت كان نعمل على بعض الاليات والتقنيات باش نشوفوا معناها ان نحطوا العمليه هذي ونثبتوا 100%. في الحاله هذه شكون اللي يتحمل المسؤوليه؟ والله اسمعني توانيش باش نقول لك تو في الفرضيه هذي اذا كان يطلع معناها مي خاطي الصونات بالطبيعه احنا كما قلت لك ثم يلزم تصير دراسه معمقه في باش الكشف عن مصدر المياه هي النقطه الاساسيه فهمتني. من بعد تحديد المهام او المسؤوليات ولا تحميل المسؤوليات اللي تجي في درجه ثانيه بقى شنو هو الاساس الحاجه الاولى اللي لازم تتم هو معرفه مصدر المياه هذي مني. سي فيصل مشكله المياه وتسرب المياه هذا خلى عمل غضب كبير في صفوف المتساكنين المنطقه. شنية التعويضات المقدمه للناس المضطرين للاراضي الفلاحيه للمباني وهل تم التطرق المسألة التعويض ولا لا؟ هو كما كنت نذكر تويتك معناها أنا قلت إذا كان المشكل أو المصدر الماء هو مش الصناد بطبيعة إحنا ما نجموش نحكو هنا على معناها الصناد باش تعوض فهمتني. ثم في بعض الحالات اللي هي يثبت أن الصناد ولا القنوات هي السبب في بعض الإشكاليات صحيح إحنا نجمو نحكو على الموضوع. تبقى هنا راهو يلزم نتأكدوا أن إذا كان المشكل الأساسي هي قنوات المياه هذيك كما قلت لك نحكوا هنا على التعويض ولا التعويضات ولا حاجات كما هيك. إذا كان كما قلت لك إلى حد الآن السورس معناها مشكل ماهوش معروف هنا ديجا ما نجمش فيني إذا كان أني مشكل مانيش طرف فيها ولا مانيش سبب فيها وأنيك معناها ما نجمش نعوض في الحالات هذيك. سي فيصل اليوم المواطنين يقول لك احنا شنو ذنبنا في ظل الوضعيه هذه وظل الظروف هذه وانتم كمسؤولين وكشركه فماش تواصل بينكم وبين التجهيز والفلاحه في خصوص الاسراع في غلق الموضوع هذا ومعناه الالتفات الى بقيه المشاكل اللي تعاني منها شبكه المياه في بقيه المناطق. هو كما ذكرت يلزم ولا ترمين مقترحات كما قلت لك يلزم تتعمل حتى معناها لجنه يعني معناها من جميع الاطراف ولا الممثلين ولا جميع المتدخلين تنجم تكون فيها البلديه التجهيز الفلاحه باش نشوف المشكل الاصلي والصناد كيف باش يتضح المشكل الاصلي نتاع مصدر الماء هذاك. نجم تكون حتى تتعطي في بعض الاحيان معناها ولا تخرج عنها معناها تصير معاينه تخرج معناها مقترحات نجم تكون حتى إحالة المكتب دراسات هو اللي يدرس معناها منين مصدر جاي المصدر الماء. طرحتوش أنتم كشركة لتكوين اللجنة هذه سي فيصل
باش نسرعوا في الموضوع هذا، وخاصة باش نلقوا حلول سريعة باش نحدوا من ظاهرة تسرب المياه هذه اللي تسبت حسب سي كلام عمار نائب رئيس الجمعية وأحد المواطنين. يقول لك فهم المواطنين قدموا قضايا لأنه المباني نتاعهم والأراضي الفلاحية تضررت من المشكلة هذا، والمشكلة هذا من شهر جوان معناه، وإحنا حاليا في شهر أكتوبر معناه طول الموضوع بالنسبة للمواطنين غاديك. واضح وكما قلت لك حنين حتى معناها جزء ولا معناها من اللي كان فيه شك معناها حنين تريسك نقولوا 50% من القنوات او اكثر معناها ما فيهاش معناها مصدر متاع تسرب. كما قلنا اللجنه هذي نجم حنين كما قلت لك باش كونفيرمي 100% ان المي من السونات. المرحله الثانيه اننا نشوفوا معناها ولا حتى معناها شو نقولوا الجمعيه او البلديه او المسؤول على ولا الجماعات المحليه نشوفوا كما قلت لك احنا كتركيب ولا تكوين لجنه باش تشوف اكثر وتدرس اكثر الموضوع هذا. خاطر اليوم مشكله المياه ماهيش ما تهمش كان منطقه شط العوامر، تمس جبس الكل وانقطاع المياه وال سي فيصل هو فما تشكيات كبيرة خاصة في جبس العليا وفي بعض المناطق كما وذرف وكما المطوية وغنوش والحامة تعاني من مشكل انقطاع الماء الصالح للشراب. ونستغل حضورك معنا في المباشر وشكرا لك على قبول الدعوة. اليوم المواطنين في جبس يتشكوا سي فيصل من الانقطاع المتواصل والمتكرر للماء الصالح للشراب. هو كما تعرفوا معنا الإشكاليات الماء الصالح للشرب وخاصة في الجنوب التونسي وكما تشوفوا خاصة معناها في السنوات الأخيرة ثم ارتفاع معناها متاع استهلاك، وثم بالطبيعة يقابلها معناها نقص في الموارد. نجم نتحدث على شح في المائدة المائية؟ أي بالطبيعة برمي الحاجات اللي هو الشح في المائدة المائية وثم كما قلنا حتى برمي الحاجات نقول حنين الموائد المائية اللي هي ما صارش التجديد متاعها معناها باعتبار ان لسنوات مرت معناها سنوات جفاف على البلاد ككل حتى على المنطقه ولا الجهه بصفه خاصه. هني كما قلنا ثم معناها نقص احنا في الموارد، هذا هو اللي يخلق معناها جراء هو انقطاع بالطبيعه. اذا كان حاجيات تكون اكثر ولا الطلب يكون اكثر معناها من العرض بالطبيعه باش يصير نقص مية وباش يصير بالتوالي الناس اللي هي باش ينقطع عليها المي، خاصة المضارين الأولين هم الناس اللي متواجدين في مناطق مرتفعة. سي فيصل اليوم حتى حنين نعملوا على معناها على باش نردوا التوازن هذا الكليبر باش على الأقل تكون معادلة قريبة ولا متساوية. ثم مشاريع معناها كما نقولوا معناها تحضرها الشركة معناها في بداية كل سنة في إطار تدعيم الموارد هذه في المرحلة الأولى في انتظار معناها دخول محطة التحلية بالزارات إن شاء الله حيز الاستغلال في معناها هذا هو السؤال اللي يطرح اليوم. السؤال اللي يطرح اليوم عندنا البديل في جهة كابس اللي هو محطة التحلية المياه بالزرات، المشروع وين وصل وقتاش النجم نعطوا موعد نهائي لدخول المحطة هذه حيز التنفيذ؟ والله كما حيز الاستغلال عفوا هو تو عندنا هي إدارة كاملة لهي معناها بالمشروع هذا، ممكن هي جاوبكم أكثر على وقتاش باش تحضر المحطة ان شاء الله. احنا نتمنوا انها في القريب العاجل او باش ما نجمش انا معناها من ناحيتي باش نحدد وقت معين تبقى نجم نحكوا على وقت تقريبي معناها مش نقولوا ان شاء الله احنا نقولوا اشهر او ما نحبش انا نحدد وقت معين، اما في الاشهر القادمه هي كما قلت هي الاشغال انطلقت وبلغت شوط باهي ان شاء الله كما قلت لك مع الاداره ولا حتى معناها في تدخل اخر مع معناها وحده معناها مشروع تحليه مياه الزرات هم ممكن يحطوكم احسن في حيثيات المشروع والا التقدم نتاع. شكرا لك سي فيصل العابد رئيس اقليم الشركه التونسيه لاستغلال وتوزيع المياه بجابس، كنت حاضر معنا في المباشر وتقديم المعطيات. شكرا مرحبا يا اخي. شكرا لكم. كان هذا موضوعنا الاول اللي حكينا فيه على مشكل تسرب المياه في منطقه شط العوامر التابعه لبلديه الزرات من معتمديه مارث اللي كان تحكي عليها شذا في بدايه الحصه. نمشوا الفاصل الموسيقي ونرجع.